في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أطلق مأمورو أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على الأهالي من محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك من منطلق حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أطلق مأمور الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وتوصيل المواد الغذائية لهم بأماكن تواجدهم. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين وانت طيب واولادكم طيبين وعيالكم طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا رجاكي سد ومنيع. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير انت والريس والشعب المبارك ان شاء الله. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية. سنة طيب يا سيسي. مش محتاج أي حاجة؟ سلامتك. ربنا يخليك يا حاج. هو إيه في الدنيا أغلى من مصر عندي. كل سنة وأنت طيب على دعمنا لينا، كل سنة وهو طيب في شهر رمضان. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. توزيع هذه العبوات يتم من خلال مأمور الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديريات الأمن يتوجهون مباشرة لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة والتي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. تعال عليكم ألف ألف خير يا سيدي. أشكر وزارة الداخلية اللي هي فاكرانا وفاكر الناس البسيطة والناس اللي كرهون ويجونا وافتكرونا بحاجة رمضان. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة طيب بمناسبة رمضان. السيد المأمور جاني واداني كرتونة رمضان. شكرا لسيادتك يا رئيس وكل عام والشعب المصري كله بصحة وسلام. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا. كل سنة وانت طيب يا رئيس وخليك لني، كل سنة وانتوا طيبين. أشاد المواطنون المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وتؤثر على أسعار السلع المختلفة. دي هدية سيادة الرئيس. ربنا يخلي رسمي يا رب، حاجة النبي يخلي يطفي عمره. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان وبلدي جدا التاريخ من بعدها. قوافي الإنسانية لوزارة الداخلية محملة بالخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ترسم فرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. كل سنة طيبين ورمضان كريم لكل الناس ونشكر الشرطة. وشرطة كناش متخيلين ان سعادة الرئيس افتكرنا في الاماكن دي، وكل سنة ومصر كلها بخير وشعبها واهلها وكله بخير. كل سنة وانتم طيبين والله يبارك لنا الله فيكم ويبارك في السيسي ويكفيكم شر خطاه وبلاءه وتعودوا له بخير يا رب. كانت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها.
كلنا واحد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.